السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سؤال المرأة في مشارق الأرض ومغاربها، إن شاء الله تكوني بخير وعلى خير وبصحة جيدة كيف ما كيبان لك. هنايا كاين عندنا هاد القرعة، القريعة الطويلة ولا الكوسة، هي باغا إن شاء الله قطعناها البارح من الجردة، باغا ان شاء الله نديرها بحكم انها كبرات شويه، ماشي ديك الصغيوره اللي كتجي بنينه ومديره، شويه كبرات غنحاول ان شاء الله ندير بها زعلوك. راني غسلتها مزيان ونقيت شي وحدين اخرين نقيهم معاكم. بسم الله على بركه الله، غنحاول ان شاء الله نقطعها ونديرها بحال هكا داينه. غدا نبخرها ماشي نسلقها ان شاء الله تعالى، ومنين نبخر غنصوبها زعلوك هكذا باش غتكال، لان هادي كبرات كتليق الصراحه الدار على الكسكسو. الكسكسو شويه عندنا الحال سخون، حساب غنحاول ندير شويه الكسكسو، الحال شويه عندنا سخون يعني غادي يزيد حتى هو يسخنك اكثر. هي ان شاء الله تعالى اختي ما تنساش ديك الله سبحانه وتعالى، ما تنساش كل ما سبق لينا قلناه، كل ما سبق لينا قلناه. حبيبه حاولي انك دائما تكوني من الناس اللي كيذكروا الله وكيشكروه. ها هي القريعه ديالنا، غنديروها ان شاء الله تبخر ونطلقها. ها هو خدينا الكسكاس ديالنا، انا كنفضل دائما نبخر في هذا لان دغيا كيبخر ليا. نحاول ندير فيه هذا الشيء كامل، راه دغيا كتبخر ما كتشدش الوقت كثير بحكم انها غلطت تلقات غتفقد الفوائد اللي فيها كاملة، لذلك حاولت أنني غنبخرها. راها طرية ندا كيخرج منها، ها ملي تقطعات شوفو ندا اللي خارج منها، ها سبحان الله العظيم، مادة لزجة خارجة منها سبحان الله العظيم، لأنها باقا جديدة. يلاه يلاه مجنية، غندير ليها رشيشة ديال الملح، عشيشة قليلة، وغادي نسدها ونديرها ان شاء الله تبخر بهذا القدر هذا. هاد الطريقة تخليها تبخر ليا بسرعة، لان دغيا كيتبخر دغيا ما كيوصل الماء دغيا كيدير، احسن من دوك الطرق التقليدية الاولى اللي كانت. هي تبخرات لينا القريعة ديالنا، الزكيني ولا الكوسة القرعة الطويلة، هاهي كنحاول نمعسها بحال هكا بطريقة الزعلوك بهذه الطريقة. وهنا راني درت مطيشة محكوكة، نص حامضة مصيرة مقطعة اطراف، بصلة محكوكة، معدنوس وشوية ديال الحبق، ها هما معدنوس مقطع شوية الحبق. هنا التوابل عندي ثومة غبرة بودر، شوية بابريكا، سكينجبير، البزار، الخرقوم، مليحة، هنا واحد المنسم ديالها، وطبيعة الحال غندير نص كاس ديال قل من نص كاس ديال الزيت، زيت نباتي إن شاء الله. غندير هادشي يتقلى كلشي وغندير معاه إن شاء الله. ها هو الصوص ديالنا كيتقلى، ان شاء الله غنزيدو عليه ديك القريعه ديك الكوسه ان شاء الله باش تحصلوا على واحد النوع ديال الزعلوك ديال الكوسه، كيجي جد رائع. كنديرو فيما كتكون عندي الكوسه شويه كبيره وعندي بالكثره كنحاول نديرو، عرفتوا يا تبارك الله نهار على نهار كتعطي، ماشي العطاء ديالها وافير سبحان الله العظيم، العطاء ديالها وافير. ها هو بعد ما تشحر ليا، ها هو غنخلطو معاه بسم الله وعلى بركة الله. ما
تحاولش نكثر مطشه بزاف. على ود مشكل الحموضه اختي ممكن تكثري فيه مطيشه لما كان عندك حتى شي حد عنده مشكل ديال الحموضه ديال المعده، ممكن تكثري مطيشه. حمضته شويه بالحامض مرقد، اختي ما تنسيش دعاء سيدنا يونس عليه السلام، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. عرفتوها بدايتها توحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، كتقولي لا اله الا الله، وثانيها تسبيح كتقولي سبحانك تسبحين الله، وثالثها استغفار اني كنت من الظالمين، يعني كتعترفي ب وكتعترفي وكتقري امام الله سبحانه وتعالى بانك راك تنبتي وكتطلبي منه المغفره والرحمه، والله سبحانه وتعالى راه كيفرح بالعبد المستغفر اللي كيدنب وكيستغفر، كيفرح به بزاف، كيفرح به بزاف عاد، لانه كيعرف بان عنده رب رحيم غفور سبحانه وتعالى، بانه وقت ما كيدير شي زله كيتبعها للاستغفار، كيعرف بان الله سبحانه وتعالى كيحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بانه غادي يغفر ليه. ونسال الله تعالى نكون من المغفورين. ونخليه بحال هكدا هنا يتشرب ونحرك فيه، خاصو شويه ديال الصبر شويه ديال التحراك تيتشرب، لان ديك القريعه واخا انا بخرتها راه طلقات شويه الماء، معروفه بان الكوسه كتطلق شويه الماء. نحاول نخليه تيتشرب مزيان، كتحركي وامام الطون لابانك شي طريف راه كتحاولي انك تسمعكيه وكاينه باش يجي على شكل زعلوك، صدقوني راه كتجي جد رائعه. في الوقت اللي تكون عندك القريعه شويه كبيره ديال الكسكسو والحال سخون، ما تقدري ديريش ما تقدريش دير الكسكسو، وكذلك ديال المينسترون ديال الشوربه والحال دابا سخون بنادم ما كيديرش، ولكن الشوربه راه خص بنادم مره مره يديرها، وخا الحال سخون مره مره يديرها، لانها كتغسل الجهاز الهضمي وكلها خضر، وديك الخضر كلها راه كتغسل الجهاز الهضمي ديالنا. ها هو الزالوك ديالنا وجد، جد باذن الله، جد رائع، جربيه اختي الوقت اللي كتكون ان شاء الله القرعه موجوده، حاولي تجربي هالطبق ديال الزالوك ديال القرعه الطويله او ديال الكوسه، ها هو كيجي جد رائع، جد رائع، ها هو نتمنى والله ان شاء الله انه يعجبك وتجربي الفكره، فكره بسيطه نغيرو شويه من داك الزعلوك اللي تعودنا عليه دائما ديال الدنجال، ونغيرو شويه ونديرو بحكم انك تكون هذه موجوده وراه مفيده كاع الخضر والنعم كلها اللي خلق الله سبحانه وتعالى الا وخلقها لينا مفيده، مفيده كتكون غنيه جدا بالاملاح بالفيتامينات بالمعادن، يكفي انها نابته في الارض وكتستمد كل شيء ديالها من الارض من المعادن من الاشياء اللي كاينه في الارض، والحمد لله خلق ادم من تراب يعني من الارض، يعني كل شيء اللي كنحتاجو الجسم ديالنا كنلقاو في هاد الخضر وهاد النعم اللي وضعها الله سبحانه وتعالى لينا. ها هي ان شاء الله تعالى نتمنى من الله ان التجربه تروقك وتعجبك تقومي بها، جد بسيطه لما لا، وتغيير
شويه ديال التغيير. خليكم على خير. زموريه روكا ديال ايطاليا، سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.